عام في تونس. ضيوفنا سيد فتحي شافرود رئيس جمعية تونسية المراقبين العموميين، سيد جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي، مرحبا بكم بحضنا في نقاشنا اليوم. قلت قبل الأخبار، هل ممكن المسج على منوال بعض الدول اللي انطلقت بعملية تقشف ولو ضئيلة في فترة من الفترات، ومن ثم على إثر ذلك فما نوع من التوسع يصير وتبدأ العجلة الاقتصادية والحلقة تدور بشوية بشوية، هل هذا ممكن سيد فتحي شفرود وكيفاش خاصة؟ هو ممكن. احنا كي نرجع نشوفه كي نقولوا نتقشفوا فين عنا احنا إمكانية التقشف، إمكانية التقشف وزيد أنا ماذا بيا نقول ترشيد ترشيد أكثر من التقشف. توجع كلمة تقشف ما تحبهاش. كيما أنه هو شوية ديما المرة الأخرى ذكرت أنه ثم هي مقولة للسيناتور الأمريكي روبرت كينيدي، قال لما ما فائدة زيادة معدل النمو الاقتصادي إذا كان هذا الأمر يشكل خطورة على صحتنا؟ قال احنا نحكيه على تقشف، الناس كلها حتى نفسانيا تمرض وتتقلق. نحكيه على 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 يمكن جوانب اللي تكون قولوا راهو هذه تضحية وقتية نتحملوها الناس الكل، باش بعد النجم ونرجعوا نخفوا، لكن مع ديما تكون فيها مع حزمة إجراءات أخرى مصاحبة. مش ما يكفيش أن نقول راهم باش نقسم المصاريف الدولة من غير ما تكون معها إجراءات أخرى اللي هي باش تنمي في 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 موارد الدولة في نفس الوقت. احنا نحاولوا نوزنوا الزوز، نحن شنو تنجم تكون الحزمة الإضافية وين نجم يكون الترشيد؟ الكلمة تفضلها أنت أحسن، تحب تلغي تماما فكرة التقشف، هذا شنو وهذا شنو؟ صحيح. شوف انا نقول ميزانيه الدوله كي نرجع نشوفوها بالبند بالبند فين الميزانيات الكبيره فين تلقاها موجوده؟ تلقاها موجوده في قطاع الامن، في قطاع الصحه، في قطاع التعليم، اللي هما ما يضرليش مش ممكن الاساس مش قابلين للتقشف. انا خاطر احنا نشوفوا تو حتى وضعيه هو صار فيهم التقشف، وزاره او ميزانيه الصحه تراجعت 2022 اللي هي على عكس ما كنا نتصور. انا نشوفوا في النتيجه انه راهو الوضع نتاع المؤسسات الصحيه تشوفوه فين وصلنا، وتشوفوا انه زاد ثم هروب كبير نتاع الكفاءات كبيره في المجال ولا تخرج لبرا. نزيدوا نحكيوا لهم على تقشف احنا شنو باش يكون النتيجه عليهم. شوفوا في التعليم راهو احنا عندنا مؤسسات تعليميه اللي يمكن عندها سنوات وسنوات ما وصلتش صيانه، وشوفوا انه بعد كيفاش انه لاو تلامذه يقراوا فيهم واحد كل هذا هل هو باب مفتوح للتقشف؟ هذوما اللي فيهم ميزانيات كبيره في ميزانية الدولة اللي هي ما اعتقدش ان هي قطاعات قابلة للتقشف في الوقت الحالي، مع نشوفوا أزمة الكوفيد وشنو كان بينت انه فما نقص. احنا يمكن السياسة اللي اتبعت في التقشف في المجالات هذه في مجال الصحة واحد كل خذينا شويه كيما موجود في فرنسا. شوف فرنسا عندها نفس الاشكاليه، تراه قطاع الصحه معناتها قطاع فيه مشاكل كبيره برشا، والاكسي او سيرفيس دو سونتي ولا صعيب ولا مكلف. شنو اللي قاعد لنا اخر نجمو نتقشفوا فيه في المجالات؟ اعتقد ما فماش مجالات كبيره حتى نجمو نتقشفوا نقولوا والله انه في يمكن في عديد الاستعمالات في الاداره وثم شكون يكون نقص الكراهب ثم شكون راهو التاثير نتاعها باش يكون ضئيل جدا ما عندوش حتى تاثير على اللي نحبوا نوصلوا له في المجال. خلينا ناخذ انا مثال حي، مثلا باش ناخذ مثال ونرجعوني على فكره التفاوض مع صندوق النقد الدولي والنقاش معه وما هو مطلوب ونعرفوه وذكرناه في البدايه الناس الكل. باش ناخذ مثال بسيط اللي هو كتله الاجور، كنا حكينا عليها حتى من بكري. التقشف فيما يخص كتله الاجور وعدد الموظفين الكبير جدا لاكثر من مؤسسه دوليه تقول الكلام هذايا في تونس، التنبيه بين ظفرين نقول انا جانا اكثر من مره حول الموضوع هذايا، صندوق النقد الدولي بالاساس صحيح. الاتحاد الاوروبي جوستومون، دونك جات الملاحظه لاكثر من مره ويقول لك لازم يقع التقليص من كتله الاجور كما قال سي جمال بكري، تجميد الاجور وايجاد حل في هذا الخصوص، لانه 650 الف او اكثر عدد مهول، ونعرف عندك ما تقول سي جمال في الموضوع. تو كي تقول عدد مهول انت عملت مش انا قلت مش انا عملت حكم لا مش لا لا عايش مش انا قلت هما قالوا جدا من المذيعة وقت كل حاجه مانيش انا هما هذايا نقل لا هذا نقل السينيكال 16 مليون فيها 200 الف موظف عموما هذا نقل المعطي هكا قالوا لنا المانيا فيها 80 مليون عندها 640 وهذا مش صحيح شويه مش صحيح
لازم تمشي للوثائق الرسميه. بس نعطيك مثال، انا عندي الوثيقه نتاع لو سي دي او اللي هي الوكاله التعاون للتنميه الاقتصاديه واللي هو معناها مصدر موثوق به. الوثيقه هذه ايش تقول؟ المقياس هو اللي موجود، المعيار عالميا هو عدد الموظف العمومي على كل 1000 ساكن، مش حتى يعني مش بالجنسيه 1000 ساكن. نلقاو البلدان الاسكندنافية متصدرة، يعني في النرويج 159 موظف عمومي لكل 1000 ساكن، في الدنمارك 142، في السويد 138، في فنلندا 114، نمشيو للوسط كندا 100 موظف عمومي لكل 1000 شخص، في فرنسا 89 موظف عمومي لكل 1000 شخص، واخر معناها ما يذكروا الولايات المتحدة الأمريكية المعبد نتاع الليبرالية 70 موظف لكل 1000 شخص. احنا انا شخصيا حسبت هما 644000، انا حسبت 700000 على 11.8 مليون اللي هو اخر احصاء معناها تقديري نتاع المعهد الوطني للاحصاء، يجي 59 موظف عمومي لكل 1000 شخص. ولذا معناها اللي يقولوه يلزمنا احنا ندقوا فيه باش نعرفوا هالتدقيق هذا، باش نعرفوا معناها هالكلام اللي تقال صحيح ولا مش صحيح. هذا مردود عليه، من حقنا. لهذا مردود عليه زاد سيد جمال، لانه كيفاش مردود عليه؟ نقول لك عم نحبش نقول لك وانت تعلق. مردود عليه وقت اللي يقول لك من الجانب الاخر انه صحيح نحكيه يمكن على 59 موظف. لا احنا نحكيه بالعموم مش باش نمشيو بالتفصيل. لا فوالا هذا باش نجيك 59 موظف على 1000. هذا سامحني خليني ما نساش، خليني نكمل فكرتي معك. 59 موظف على 1000 مواطن منطقي جدا. كي نقراو الارقام كيما هكا نلقاو بعاد ياسر، معناتها يولي منطقي الكلام تقول فيه. ولكن هو منطقي، هو منطقي على خاطر بالوثيقه منطقي. خليني نكمل لك الفكره. لكن من وجهه النظر الاخرى، فما وجهه نظر مختلفه اللي مساند لفكره انه مشط عدد الموظفين في تونس، وقت اللي يقول لك لا المشكله مش في عدد الموظفين في حد ذاتهم، المشكله في تقسيمهم. اليوم كتشوف اللي مؤسسه فيها عدد مقارنه بمؤسسه اخرى في دوله شقيقه. خلينا نكمل جوست الفكره سي جميل. اي لازم خاطر خاطر زادك كي تحكي كي تقول فكره لازم نعطيك انا المعطيات الصحيحه. يقول لك هذا لا يستقيم، لانه اليوم كي نلقاو مؤسسه كيما تونيسيغ بعدد الموظفين نتاعها بالمنتوج نتاعها اليوم الانتاجيه نتاعها وضعية سيئة جدا، لكن في المقابل تلقى مؤسسات وشفت منهم العديد وكانوا حاضرين معنا هنا في البلاتو اللي يتشكاو لانه ما عندهمش ديزانجينيور، الناس قاعدة تخرج وتهاجر وناس قاعدة تخرج في الغدخل ومش موجودين عندهم الكفاءات هذيا. في المقابل البرنامج المطروح اليوم يقول لو غو ديبلوامون إعادة توجيه، دونك يقول لك خرج من هنا وحط من غادي. تفضل مثال شو نعطيكم بعض التعليق سي توفيق زاد سي فتحي سامحني. أول حاجة أنا كنت بصراحة تفضل باش نراك اذا كان كي شفت هالارقام هذه اللي هي رسميه باش تستغرب وتقول اصبح محل شك اللي يقولوا فيه. وهنا يلزمنا نردوا بالنا كشعب تونسي وكمستقبل نتاع اجيال هاو عندنا اقل منهم، ولذلك معناها يلزمنا نعاودوا نراجعوا انفسنا في مساله دراسه وتوثيق. نتكلموا على تونيسير ما نعرفوش نحن حتى ما ثم حتى دراسه اثبتت هذا، وانا ناكد لك انا هاو شفت معناها اللي بيلون نتاعهم وطن نعطيك انا او عندي مثال حي وبسرعه بالله نستسمع منك. انا عندي المثال نتاع ستيك باهي ما بين 2015 و2018 الكتله الاجور كانت 351 مليون دينار في 2015 ولات 399 مليون دينار باهي، وعدد الموظفين فيها 12288 في 2015 12031 في 2018 تقلصت وها باش نعطيك الخسائر نتاعها 23 مليون فاصل 8 دينار في 2015 2093 مليون دينار في 2018 ما عنده حتى دخل بكتلة الأجور لأني زادت تقريبا 3.7. لحظة برك أني نكمل نكمل المثل برك انا واحد من الناس معناها كمختص مشيت جبت الكونتابيليتي اللي هي منشوره محاسبه معناها والتقارير نتاع مراقب الحسابات وشفنا شنو نلقاو؟ نلقاو دفعوها باش معناها تمشي تتداين بالعمله الاجنبيه 99% في البيلون نتاع 2016 99% من الديون نتاع ستيك بالعمله الاجنبيه 73% باللورو والبقيه ما بين دولار وين 1% فقط بالدينار التونسي. شو معناتها دفعوها؟ شو معناتها دفعوها؟ دفعوها هو انه معناها قصوا عليها التدين من البنوك التونسيه وقالوا لهم تمشي تاخذ من البرد ومن البيوي الى غير ذلك. باهي منين يظهر هذا؟ الاعباء لفري فينونسي
نتاعها كانوا في 2015 150 مليون دينار، قداش ولاو في 2018؟ 1534 مليون دينار. علاش؟ لانه تسلفت بالعمله الاجنبيه قويه ومع تحميلها مخاطر الصرف، والدينار طاح 43% ما بين 2015 و2018، وهو السبب الاساسي اللي هو دمر المؤسسه هذه الاستراتيجيه في البلاد. وهذا يلزم معناها يفتح لنا عينينا باش معناها نتكلموا الحقيقه، باش نقولوا بكل شفافيه، معناها باش نقعدوا شادين في المواضيع هذه، انه حتى ولو نظهروهم بالحجج مازال مشكوك فيهم وما ثماش دراسات اخرى. 90% من 90% من الوزارات ميزانيتها هي اجور. اي شنو معناها مثلا كي تجي تشوف وزاره الداخليه، اي ما تحب تخدم وزاره بلاش موظفين يا سي عبد السلام، 90% الهجوم مش تعطي مش تعطي، هذا واجب لانه هو يخدم فيها. ما يخلينا نعطيو كلمه سي فهد. علاش احنا ديما نمشيو علاش وصلت 90%؟ هو راه ديما احنا انا ديما نحب ننسب الارقام هذه، خاطر راهو كي نحكيوها هكا بطريقه عامه بصفه عامه، هو شنو كي نقولوا راهو انه احتياجات مثال اي وزاره هي مثال نقولوا 2000 باش نبسط، وانت تعطيها 1000 برك، شنو هو اللي باش يمشي اول حاجه باش تغطيه؟ هو الاجور. ما تنجمش تمسهم خاطر هذوك، انا هذاك ثم حقوق مكتسبه ثم اجور يلزم يخلصوا فيهم خاطر يلزم تخدم الوزاره. بعد يولي اللي باش يقعد يمكن يقعد حاجه بسيطه واحد الكل باش تمشي الى مجال التدخل الاقتصادي والاجتماعي والاستثمارات. وقتها كي نجيو نحسبوها ال1000 هذيك باش تظهر انه باش تمشي كلها اجور، كلها 90% مشات الاجور. علاش؟ الخاطر ما عطيناهاش احنا الحاجيات نتاعها اللازمه القطاع هذاك والوزاره هذيك. لو كان عطيها القطاع الاحتياجات اللازمه تولي الاجور ترجع تتراجع وتول ترجع للنسبه نتاع 50 وترجع للنسبه اللي اقل، خاطر هي الكل عمليه. ديما احنا نغزروا للفراكسيون الوحده على النيميراتور ولا ما نغزروش ككل، هذا اللي خلينا نرجع لحاجه ثانيه. صحيح ينجم يكون ثم قطاعات اللي فيها عدد اكثر من ما احتياجاتها في الاعوان على حساب قطاعات اخرى، وهذه ديما نرجع نقول علاش يخلي اول حاجه سيكون ثم بعض الانتدابات اللي تمت خلال المده الاخيره اللي هي انتدابات كانت ما هيش على احتياجات دقيقه نتاع الوزارات، كانت انتدابات للطابع اجتماعي اكثر من ثم زاد حاجه ثانيه. كما قلنا ثم عديد القطاعات تلقى فيها اكثر من حاجيات وقطاعات اخرى. علاش؟ خاطر احنا عندنا قانون وظيفه عموميه نعتبره بالي شويه، خاطر من 83 ما تغيرش وقعدوا بيدو. شنو اللي ينتج عليه؟ انه ولا ثم عديد الانظمه الخاصه في كل في بعض القطاعات اللي هي فيها امتيازات زايده على قطاعات اخرى تخلي الناس الكل تمشي بالطبيعه للوزارات هذيك والقطاعات هذيك، ماذا بيا تخدم هذيك ما يمشيش. حتى بعد تو كي نحكيو على اعاده ريافيكتاسيون ما تنجمش واحد يقول لك انا باش خرجني من النظام اللي عندي فيه امتيازات واش هزني لبلاصه اخرى اللي هي امتيازات اقل. عمليه معقده جدا تولي. هي هو ديما نرجع حاجه سامحني هو راهو نرجع الكل، وراهي قضيه تتعلق قضيه حوكمه للقطاع كله للوظيفه. انا نحب جوست تعليق من عندكم الزوز، معناتها في نهايه المطاف اللي كنا نقولوا فيه صحيح فما مشكله في التقسيم بالاساس، معناتها فما مشكله في موارد الدوله. خليني مساج نعطيك تعلق اليوم زاد وقت اللي وكان يقول فيه سي فتحي الاشكال مطروح، فما مؤسسات عندها نقص في الموظفين بشكل كبير وفادح، وفما مؤسسات عندها زياده. كنا نحكيو على تونسيخ 7800 موظف على 28 طياره، لا نورم انترناسيونال 80 موظف على كل طائره، نحن في تونس 280 موظف على كل طائره، وبالتالي فما اشكال. على خاطر علاش خاطر انت اذا كان هي المؤسسه ما تطورش النشاط نتاعها باش نقص من الوحده هذيك باش تقعد ديما هي قد ما ينقص النشاط نتاعها قد ما نقولوا لا راهو العدد اكبر من ديما نغزو المؤسسه بالميزانيه اللي عندها مش باش نورمالمون شنو يكون عندها باللي موجود راهو يلزمنا احنا راهو ديما يلزمنا نخمو لقدام راهو حتى في احنا علاش نقعدوا ديما نخمو على اليوم وغدوه وبعد غدوه واحد الكل ما نطرحوش استراتيجيات. معناها انا عندي 280 خدام على كل طياره، نقول والله نورمالمون انا نشري 100 طياره باش يولي 6 خدام على كل طياره. انا نطور النشاط نتاعي. انا نحكم على وضعيه الشارع 10 طيارات مش على خاطر مش بالبلاد. هو فينالمون سوني كان اكزومبل ولكن يوحي بواقع الوضع. لانك سي جمال ماكش موافق على هذا بتاتا انت. ما سمعت موافق ولا انا ساعه باش نقول لك حاجه. ثم حتى دراسه جديه رسميه نشرت للعموم على تونيسير ولا على اي مؤسسه وطنيه اخرى ثماش وتعتيم كامل باش نقول لك. ولي بلون دو ريستركتوراسيون اللي حكيو عليهم الاكثر من الحكومه ولا وين ما صارش ولا بروف اللي هاكا مازالوا معناها في يعني باش نقول لك انا حاجه.
تكلمتش على الدينار التونسي اللي طاح اللي كان ب 1.19 في عام 2002 واللي اليوم 3.3. خلينا نعطي مثال باش معناها معناها المستمع يفهم. الطيارة اللي كانت مثلا ب 100 مليون اورو في عام 2002 كانت تشريها تونيسير ب 119 مليون دينار. في 2010 ولات تسوى 190 مليون دينار. وفي 2000 وتوا معناها 2022 ولا 21 ولات ب 330 مليون دينار. وهذا هو اللي هلك الدينار اللي هلك المؤسسات العموميه الكل بجميع انواعها. هذا من ثانيا ما حكيناش على التفريط في اهم القطاعات الثانويه اللي هي تدخل في فلوس معناها كبيره في تونسير كما الفريت. من التسعينات معناها نحوه واعطوه الى عائله معينه ثم تخل فيها اشخاص اخرى بعد الثوره الى غير ذلك، وهو فيها حتى مشاكل نتاع مقاضات فيها لانه نهب كبير فيه وتنحاه الكاترينج كيف يعني الحاجات اللي هي والصيانه، الصيانه كانت معناها اير فرانس تعمل في الصيانه في تونس. اي ولكن باش نرجع لان اي موسم جمال مادوش حول تونسير الموضوع حول الفكره بشكل عام. شفتها وانت جبت تونسير ليش جبتها كمثال؟ ليش جبتها كمثال؟ لكن ترجع انت قاعد تربط مع كلام سي فتحي كانك تقول فو كونفيرمي سكي دي، كانك قاعد تقول راهو فينالمون سي كيسيون دو غوفيرنونس، سي ان بروبليم دو غوفيرنونس في الاخر بالكل، دونك المشكله موجوده. لكن ثم خلفيه واللي هي مجسمه في البرنامج نتاع صندوق النقد الدولي هو خصخصه الشركات هذوما. انا نتذكر توا ألف الحامدي المده الاخيره قالت كلام خطير على مسؤوليتها ولا معناها قالت معناها مشيت على هذا نتفاوض على مساله تونسير وكل شيء. السيد معناها وزير الماليه السابق قال شكون قال لك احنا نحب نمنعوها؟ هذا كلام انا ما نصدقش 100% ولكن نسمعه لانه يمشي في التوجه اللي هو قاعد صاير توا. استاج لازم تتخصخص واستراتيجيه استاج مش عاديه معناها. ولكن في نهايه المطاف ما يطلب او ما يطلبش فينا المو خاطر نحن متوجهين لصندوق النقد الدولي في نهايه المطاف. مش صحيح هذا والله راهو صحيح. انا نجيب لك فيديو تنبعث لك. هما قالوا لنا جاوزت اسي جمال اي انا توعدني تعديها على المباشر. في فيفري 2002 في كونفرنس دو بريس مع سي مصطفى كمال النابلي اللي كان محافظ البنك المركزي سامحني سي فتحي تقول حرفيا جيتكم عم ناول وقلتوا لي عندنا فلوس وما ناس مستحقين بعد دوفيل ما بين قوسين جاو في نتاع 2011 وقلتوا لي ما حسناش وتوا هاني رجعنا لكم وراو صندوق النقد الدولي نتاع 2012 ماهوش نتاع الثمانينات سي عبد السلام وما تخافوش وما نتدخلوش فيكم واحنا راهو باش نتبعوكم فقط الى غير ذلك. سي فتحي يقول لك اي انا نجيب لك الفيديو نبعث خلينا هو للاسف الوقت فيه فما حتى مشكل محلول فما حتى اشكال. سي فتحي خلينا نختم معكم في كلمه في الاخر بالكل تقريبا الوضع سيء تقولوا لي فما مشكله نتاع حكمه وبالتالي مشكله في سياسه الدوله في حد ذاتها المشكله خلقناها نحن في نهايه المطاف وقت اللي نحكيو على تقشف نتحمل مسؤوليه زاد افعالنا وسياساتنا اللي تبنيناها وبالتالي ما الذي يمكن فعله؟ هو مادام احنا وين عندنا المشكله لازم نصلحوها. اذا كان عندنا مشكله نتاع حكمه راهو عندنا مده واحنا نقولوا راهو عندنا مشاكل نتاع حكمه. انا نذكر حتى في بدايه السنوات 2011 الكل قلنا راهو ان الوقت توا سامح باش نرجعوا نغيروا في منوال الحوكمه في يعني قالوا با هنا ماهيش اولوياتنا تو في الوقت الحالي احنا عندنا اولويات اخرى باش نرسيو ديمقراطيه ونرسيو لكن انا نشوف احنا فين وصلنا. ديما حاجه اخرى نقول راهو الحوكمه مش بالضروره راهي تعني خصصه مش بالضروره راهي تعني باش نبيعوا راهو النجم يقعدوا المنشات تقعد عموميه لكن في طريقه التصرف فيها في طريقه الحوكمه تولي تصرف اقرب منه للتصرف الخاص ولو انه هو التصرف السليم نقول مش ضروره يعني نقصوا من خاطر تو المنشات يا اخي شكون اللي هي من المنشات حتى الكبيره اللي هي معناتها تتحكم في قراراتها وحدها حتى منشاه كله مرتبط بسياسات الدوله في نهايه المطاف. الشركات اللي نحكي عليهم كانوا كلهم مزدهرين ويمولوا حتى بسيوله في الميزانيه نتاع الدوله فهمتني. التقشف تعرفوا نيجير اللي نجيبوا به في الزيت النباتي حقنا نستعملوا زيت الزيتونه في الوقت الحاضر وندعموا زيت الزيتونه. المنظمه العالميه نتاع التجاره تقول اول مره نشوف بلاد الدعم في المنتوج الخارجي على حساب المنتوج بتاعها الداخلي. يلزم ما نزيدوا نزرعوا. شفتش الحكومه هذه ولا غيرها اعتنات بالموسم الفلاحي مثلا نتاع الحبوب وغيره عملنا ولا الدي ابي ما ناقص والطول الفلاح معناها على اللي فاتت شكون هذا اللي فاتت شكون؟ توريد
الموردين تعتبرهم لوبي لوبي توريد انت تعتبره طبعا في شك ما في شك. جمال الدين عويديدي الخبير الاقتصادي شكرا لك على حضورك بحضنا. فتحي شافرود رئيس جمعيه تونسيه المراقبين العموميين شكرا لك على حضورك بحضنا على كل التوضيحات اللي قدمتوها. ميرسي عبد السلام درجي شكرا من الغربي في الاعداد والتنسيق، محمود في الاخراج الرقمي، علي باشا في الاخراج، وريم سعدي من الميكرو. ملتقانا